روسيا متمسكة بأستانا كون المسار حقق لها كثيرا من النفوذ على الأرض السورية، كما أن موسكو عملت من خلال أستانا على إفراغ مسار جنيف من تأثيره وتمييع القرار الدولي 22-54 وتنفيذ بنوده وفق الرؤية الروسية بالانطلاق من مسار أستانا والتمدد في مناطق مختلفة من سوريا وقضمها بالتتالي، ما منحه النفوذ السياسي بعد السيطرة العسكرية. بالرغم من يأس السوريين من المسارات السياسية بمختلف مسمياتها كونها لم تأتي لهم بجديد يخفف من معاناتهم، فقدت كل أسماء العواصم واللقاءات بريقها ولمعانها في ظل ارتفاع منسوب الدم في بلادهم والتي دخلت أزمتها عامها 11. واليوم وفي محاولة جديدة انطلقت في العاصمة الكازغستانية نور سلطان الجولة 16 من مباحثات مسار أستانا حول سوريا. وقالت وزارة الخارجية الكازغستانية في وقت سابق إن جدول أعمال المحادثات يتضمن الوضع الراهن في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية واستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية وإجراءات بناء الثقة مثل تبادل الأسرى والإفراج عن المعتقلين والبحث عن المفقودين. ويتزامن موعد عقد هذه الجولة من المباحثات مع تصعيد عسكري في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، يعد الأعنف منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة بين موسكو وأنقرة في آذار من عام 2020، كما يأتي اللقاء قبل أيام قليلة من اجتماع مجلس الأمن الدولي للتصويت على تجديد آلية دخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا عبر معبر باب الهوى، وسط مخاوف من استخدام روسيا الفيتو وإغلاق المعبر أمام القوافل الأممية. الملفت هذه المرة في هذا الاجتماع هو اختلاف الأجندات بين الأطراف والملفات الساخنة، ومن المتوقع أن تطرح على طاولة المباحثات في الجولة الجديدة ومنها ما يتعلق بمنطقة خفض التصعيد في إدلب، بعد أن أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل أيام إلى ضرورة تنفيذ بروتوكول 5 آذار في 2020 بين روسيا وتركيا الذي يقضي بإنشاء ممر أمني منزوع السلاح على جانبي طريق M4 الماري من محافظة إدلب. وأرادت روسيا الضغط على تركيا من أجل فتح هذا الملف الذي سيؤدي بالتالي لسيطرتها بالأغلب على محيط الطريق M4 ووصل قاعدتها في الشمال الشرقي بالقاعدة الرئيسية في حميميم، فضلا عن مكاسب أخرى اقتصادية وسياسية. وتعتبر روسيا أن إعلانها إنشاء منطقة منزوع السلاح في إدلب بعد رسائلها العسكرية هو خطوة متقدمة لبناء مسار حواري بين موسكو وواشنطن يمكن أن يبنى عليه كثيرا في الملف السوري. روسيا متمسكة بأستانا كون المسار حقق لها كثيرا من النفوذ على الأرض السورية، كما أن موسكو عملت من خلال أستانا على إفراغ مسار جنيف من تأثيره وتمييع القرار الدولي 22-54 وتنفيذ بنوده وفق الرؤية الروسية بالانطلاق من مسار أستانا والتمدد في مناطق مختلفة من سوريا وقضمها بالتتالي، ما منحها النفوذ السياسي بعد السيطرة العسكرية. ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي لسوريا قال إنه ستتم خلال اللقاء مع المبعوث الأممي جير بيدرسون في كازغستان مناقشة الاجتماع السادس للجنة الدستورية السورية، وأضاف سنبحث باهتمام استمرار عمل اللجنة الدستورية في جنيف. كما تعلمون وصل إلى هنا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة جير بيدرسون، وسنواصل بحث هذا الموضوع معه وضرورة عقد الدورة السادسة للجنة الدستورية. وأكد لافرنتييف أن روسيا مهتمة بالموضوع المهم المتعلق بإقامة حوار بناء بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية. أما الولايات المتحدة فرفضت المشاركة في مسار أستانا، وسبق أن قال السفير الأمريكي لدى كازغستان ويليام وزير أن بلاده تعتبر محادثات جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة أفضل طريقة لحل النزاع في سوريا، وبالتالي لا تخطط للعودة كمراقب إلى ما يسمى بصيغة أستانا. وبين هذا وذاك، ما الذي يمكن أن تقدمه أستانا بنسختها 16 للشعب السوري؟ تحية طيبة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مني أنا وعد محمد ومن منبر الطاولة المستديرة أرحب بضيوف حلقتي لليلة. معي من دمشق دكتور إليان مسعد رئيس وفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف، ومن واشنطن الأستاذ بسام بربندي باحث في مركز دراسات العلاقات الدولية، ومن باريس الأستاذ كادر بيري رئيس منظمة كرد بلا حدود. ضيوف الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا. أستاذ بسام، لو أبدأ سؤال حلقة من لدنك، جولة جديدة من محادثات أستانا بنسختها 16، ما المتوقع
ما المنتظر وما المأمول منها؟ شكرا على الاستضافة. شكرا لك. شخصيا لا أعتقد أبدا أن مأمول منها أي شيء جديد أو أي شيء جذري. الأستارة هي آلية لتنظيم العلاقات ما بين روسيا وإيران وتركيا ضمن الأراضي السورية، بالنسبة لي هي قوة احتلال ثلاثية يعني مع الإسرائيلي. فبالتالي هي موجودة، هذه الأستانة هي آلية لتنظيم العلاقات السياسية والعسكرية والخطوط ما بين القوات فيما بينهم، ليس لها شأن كبير بما يخص إنهاء الأزمة السورية أو حل الأزمة السورية أو أي شيء مفيد حقيقة لإنهاء الأزمة السورية. فبالتالي هي رقم واحد. رقم الثاني شيء المهم بأن دعوة روسيا للأستانة هي بتقريبا حوالي شهر، وتم تحديد هذا اليوم تقريبا قبل تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار العبور المساعدات الإنسانية. تصوري الله أعلم، لا يعني ليس لدي معلومة، ولكنه هو أكثر لجذب تركيا وإيران لتبني الموقف الروسي من موضوع المساعدات، بأنه يجب أن تغلق هذه الحدود وأن تذهب عن طريق العاصمة. ودائما عندما يكون هناك استانة يجري دائما حدثين، دائما الأول هو قصف روسي همجي على المواقع السورية المدنية، ويعني والتأكيد أو العمل على إظهار مجازر، وكأنها رسالة مقدمة إلى تركيا، انظر ماذا نستطيع أن نفعل بكم. والثانية هي تبادل صوري للأسرى ما بين قوات النظام أو قوات تبع وبعض قوات تبع لتركيا، للقول بأن لدينا آلية لحل أزمة المعتقلين. يعني لما تأخذ كل هذه الصورة، لا أعتقد أن هناك شيء جدي يخص الأزمة السورية. حتى في بيانات أستانا جميعها يجتمع الخبراء من الدول الثلاثة في جلسات منفصلة ويقررون ما يريدون يقررون، ثم يذهبون إلى وفدي المعارضة والنظام للتوقيع. فيعني مرة أخرى هي آلية تحاول روسيا تبرر مواقفها الدولية بدعوة الدول الجوار السوري ووجود تركيا وإيران. دكتور إليان مسعد، سؤالي لك ذا شقين أو ذا رأسين. بداية سؤال مفتاحي لعنوان الحلقة، الجولة الجديدة من أستانا 16، ما الجديد وما المنتظر؟ وجزئية ما تطرق إليها الأستاذ بسام عندما يقول بأنه يرى بالدول الثلاثة التي وصفت نفسها بالضامنة هي ثلاث دول تحتل سوريا. سيدي الكريم مساء الخير. مساء الأنوار. بالحقيقة أول من خلينا نقول المعارضين اللي بالنهاية غطوا العنف وأحرجونا وحطونا بموقع نحن المعارضة الداخلية السلمية بالداخل، يجب الاعتراف أنه راحوا على أنطاليا وراحوا على اسطنبول وراحوا على، ما تركوا عاصمة ولا تركوا فندق ولا تركوا شيء تبع ليون. نحن ما لنا على أبي القصة، لا شك بأنه مسار أستانا أكيد تركيا وإيران وروسيا مستفيدين من المسار، لكن كمان في قسم كبير من شعبنا كمان استفاد، بغض النظر عن طبيعة التسويات العادلة وغير العادلة، المفيدة وغير المفيدة، أدت لتخفيف العنف. هذا شيء ما حدا بيقدر بينكره. فإذا هن نفسهم اللي غطوا العنف، هن اللي راحوا على تركيا. لماذا لا تشترك تركيا؟ طبعا ستشترك تركيا. فإذا هناك قوى أقليمية متدخلة، قدروا الروس يجمعوها بكازاخستان، هذا شيء مبين. والطرف الثاني اللي هو الدولة السورية موجودة، ولا تنسى أنه الأمريكي كمان أيام ترامب أكثر أيامه بطل يكون موجود، لا صار موجود. وفي دول الجوار مثل العراق والأردن ولبنان وغيره، وهذا كمان كلهم بيأثروا على الوضع. ما هو المأمول هلا؟ أنا ما عم رد عليه للسيد براملي، أنا بلا صغرى ما بعرفه، ما عم رد عليه، لكن عم لاحظ أنا كمان اللي لاحظ أنه هن راحوا لعند الدول المتدخلة. خلينا نروح على موضوع ما هو المأمول بأستانا، لا كثير نكبر الحجار، معروف أستانا لإيه وشو المأمول منه.
أولا ستناقش أستانا تطبيق تفاهمات السوري، موضوع فتح طريق للأم أربعة ما نسر. اثنين بدهم يناقشوا موضوع دخول الـ 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 القوافل الإنسانية. أخي لا يلفوا ويدوروا على الشعب السوري، راح نفهمهم ونقول له سبب الاستقطاع بعدم تطبيق 22-54 هو ملغوم من داخله، ترك الشرعية والسيادة بيد السلطة القائمة بسوريا وهي سماها الدولة السورية، يلي من ببعضه قاعد السيد بسام صباغ وقبله معروف الدكتور بشار جعفر، ووضع هيك ترعوا قالوا في شيء اسمه ممثلي الشعب السوري الوحيدين، مثل ما سووا مع الفلسطينية ومنظمة التحرير حتى ما عاد تنحل بحياتها. أخي نحن لا بنعرفه ولا انتخبناهم، هدول جابوهم ونصبوهم وحطوهم بالعواصم والفنادق منشان يغطوا مسلحين هن ما بيمونوا عليهم ولا بيقودوهم، تقودهم دول متدخلة يقود مال خليجي وغير خليجي وموك وموم وإلى آخره. ليس على للشعب السوري المسالم إن كان ضد ولا مع، يلي بده حرية وديمقراطية وقيم جمهورية وعلمانية وأهم شيء حقوق إنسان. طيب هلا مسار جنيف جنيف أزيدان ثاني الله خليك يا دكتور ريان نعم ثلاث ثواني فضل. هدول الجماعة ما له علاقة، فأستانا من فضائلها أخذت المسلحين لهني، صحيح بوقع لعنهم هو مندوب رئيس الأركان التركي بس عم يوقع. فأخي أنا خلي دوري بهالحلقة ثانوي بس أوضح لك خفايا الأمور. لا تفضل، يعني أنت وباقي الضيوف دوركم أساسي وركن أساسي في الطاولة المستديرة. حتى لا أطيل على الأستاذ كادار بيري، أستاذ كادار بيري في نفس الجزئية، هذه الجولة الجديدة بنسختها 16 وهناك من قبلها تصعيد عسكري في إدلب، يعني يبدو بأن هناك بالفعل أجندات مختلفة هذه المرة وملفات ساخنة قد تفتح على طاولة أسيتانا كما يقال. تحية لك أستاذ وعد ولضيوفك ولمشاهديكم. أهلا بك. يعني أستاني أتفق مع الضيوف وأختلف معهم أيضا بأن أستانا لا شيء مرجو منها، لا على العكس تماما، أستانا كانت لها الكثير من النتائج ولكن ليست إيجابية بل نتائج سيئة على الشعب السوري عامة وعلى ما سميت بالثورة أو ما تبقى منها، كانت نتائجها جدا سلبية. ضيفك من دمشق تحدث عن بأن فوائد أستانا هي تخفيف العنف وفضاء أحد فضاء الأستانا بأن تم ترحيل المسلحين أو المجموعات الإرهابية التي تؤتمر بأمر تركيا من أطراف دمشق، ولكن بمقابل ذلك تم احتلال أجزاء أيضا عزيزة من الأراضي السورية، بداية الاتفاق كانت من حلب بدخولهم إلى مناطق الباب، ثم احتلال عفرين بيد الدولة التركية ومرتزقتها، وأخيرا كان رأس العين وتل أبيض. هذه فضاء الأستانة، أستانة لا تجلب سوى الخير. المجموعات التي تتفق، طبعا أتفق مع ضيفيك بأن من يحضر أستانة هو شكلا ومن يقرر هي تركيا، إيران، دمشق، موسكو، حتى دمشق عبر 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 موسكو تكون موجودة وهم يقررون. لذلك لا شيء مرجو من أستانا لصالح الشعب السوري، وإنما لهذه الدول التي كانت لها كل منها كانت لها أطماع في سوريا وهي وضع اليد أو السيطرة على كامل سوريا. بعد فشل سياساتهم تلك، بعد فشل متطلباتهم تلك، لجأوا إلى أساليب أستانا للالتفاف على أن يكون هناك طاولة حوار حقيقية بين السوريين أو حتى طاولة حوار دولية بإشراف جنيف، التي سعت تركيا ومعها النظام باستبعاد القوى الرئيسية التي تريد الخير لسوريا باستبعادهم من جنيف. مع ذلك لجأوا إلى أستانا كي يكون اتفاقات لمقايضة بين الأطراف تلك. تركيا التي أصبح جل هدفها القضاء على قوى ديمقراطية ناشئة في سوريا، القضاء على المكون الكردي، ذلك تلك الفوبيا التركية، خوف من أن ينتقل هذه العدوى إلى الداخل التركي.
وأيضا إيران التي صرح سياسيوها وقادتها العسكريين والاستخباراتيين بأنهم سيطروا على 4 عواصم، هدفهم لم يكن عاصمة دمشق فقط وإنما سيطر على كامل الأراضي السورية، سواء عبر الوجود العسكري أو الوجود الفكري عبر موضوع التشييع وإدخال الدين في هذه المسألة. بعد فشل سياساتهم أصبحت المقايضات أستانة للمقايضات وليس أستانة لحوار سوري أو لإنهاء الأزمة السورية. كل الأطراف المشاركة في أستانة الآن تريد إطالة عمر الأزمة السورية لأن مصالحها لم تلبى أو لم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم في سوريا، لذلك هم يلجؤون إلى إطالة أمد الأزمة السورية ولا يهمهم مصلحة الشعب السوري، كم مات، كم اعتقل، كم يجوع، كم تهجر، أبدا لا يهمهم روسيا، إيران، تركيا، كل الأطراف للأسف ما تسمى بالمعارضة وهي مجموعات إرهابية سواء بمجموعاتهم العسكرية على الأرض أو السياسيين الذين يدعون بأنهم يمثلون هذه المعارضة العسكرية، مجموعات إرهابية على الأرض ومجموعات إرهابية تمارس السياسة شكلا، وإنما الحقيقة هي تلقي التعليمات من الاستخبارات التركية والدولة التركية. إذن خجلا نقول هؤلاء سوريون، لكن حقيقة هؤلاء ليسوا بسوريون، لأن السوري سيسعى إلى ما يطلبه الشعب السوري، إلى مصالح الشعب السوري، ولكن كل تلك المجموعات التي العسكرية منها أصبحت واضحة بقتالهم في ليبيا وفي أرمينيا، والآن هناك حديث عن أفغانستان، هؤلاء أصبحوا مرتزقة بيد الدولة التركية، والسياسيين منهم أيضا يدعون هذا الادعاء وهم أتراك بكل معنى الكلمة، كثيرون منهم حتى حصلوا على الجنسية التركية، يهمهم رواتبهم، يهمهم بيوتهم، فنادقهم، الأرقام أصبحت واضحة، كل منهم جمع ثروات من وراء دماء شعب السوري. بالعودة إلى السؤال الرئيسي، لا، أستانة لن يكون منها أي استفادة لصالح الشعب السوري، هذا بالمختصر. تفضل. نعم أستاذ بسام، يعني في الحلقة 3 وجهات نظر من 3 مواطنين سوريين تختلف عن بعضها البعض، إذا في ظل الأجندة والحضور في أستانة 16، يعني هذه النقطة إلى أي مدى تعيق الوصول إلى أي اتفاق قد يكون برعاية الدول الثلاثة الضامنة؟ ما فهمت السؤال يعني. بعيد عليك السؤال، السؤال الأجندة والملفات الساخنة مختلف فيما بينها البين بين هذه الدول الثلاثة وأيضا كل الموجودين المشاركين، هل كما قال الأستاذ كدار بأن أستانة فقط لمسألة المقايضات، وكيف سيكون شكل المقايضة في هذه الفترة؟ وهل الظروف تسمح يعني بذلك؟ يعني مقايضات بمعنى المقايضات، يعني أتفق مع نوعا ما مع توصيف المقايضات، أتفق معه بعدد الأشياء التي تفضل فيه سيادة كدار والضيف من دمشق. أستانة هي تنظيم للعلاقة بين الدول أكثر ما هي يعني التي تؤدي إلى مقايضات، ليس لمصلحة التركي الاصطدام مع الروسي أو روسيا الصدم مع تركي أو مع الإيراني، يعني هذه الدول الثلاثة تحاول أن تضع خطوط للحد العسكري للتناوشات العسكرية بين الأطراف الموالية لكل هذه من الدول، وتحاول أن نجيها، فهذا يقتضي مقايضات، يعني مثل إمفورد كما تفضل فيها الضيف من دمشق هي موضوع مهم للروسي، مهم لتركيا، سيحاولون إيجاد حل عملي يعكس ما يجري على أرض الواقع من توزع الجيش التركي وقوات سوريا الموالية له مع الجيش الروسي وقوات سوريا الموالية له، بحيث تضمن مصلحة روسيا وتركيا، يعني السوري لسنا يعني من السوريين منفذين وليس لنا علاقة بهذا الأمر. فأعتقد أن هذه يعني هذا النوع من المفاوضات أو هذه النوع من التنسيقات ستؤدي بشكل أو بآخر بطبيعة الحال إلى تنازلات متبادلة بين هذه الدول على الجغرافيا السورية، بدون أن يكون هناك أو بمحاولة الابتعاد عن وجود خلاف حقيقي بين هذه الدول الثلاثة حول الملف السوري، حتى بجزئية عابر على أقل تقدير. أستاذ بسام، عفوا، حتى بجزئية المعابر والقوافل الإنسانية على أقل تقدير، يعني المعابر يعني شوف كمان هنا في جزئية مهمة جدا، بأن ليست تركيا فقط، تركيا والاتحاد الأوروبي ليسوا اليوم في مجال أن يستوعبوا موجة لاجئين سوريين جديدة،
قادمة من إدلب أو قادمة من أي مكان آخر في يعني. فبالتالي روسيا بطرحها عدم السماح بتمديد المعابر هي تضع حجم ضغط كبير على تركيا، وهذا يجب أن يحل. أنا تصوري أنه حتى لو صوتت روسيا ضد المعابر المعابر ستستمر بالعمل، يعني لا يستطيع الاتحاد الأوروبي لأسباب الداخلية وليس أسباب الإنسانية السورية وتركيا أن تغض النظر عن وجود هذا العدد الهائل من السوريين الذين يعتاشون على المساعدات الإنسانية. كيف يتم الحال بين روسيا وتركيا؟ أعتقد قد يكون هذا هو المجال الذي يتم التفاوض فيه في أستانا، أن الروس يقولون نحن سنرفض هذا القرار، تركيا كيف ممكن نساعدك أن تستمر هذه المساعدات بالدخول. يعني مرة أخرى يعني أعتقد نحن الثلاثة في هذا البرنامج متفقين بأن الأستانة هي منصة لتنسيق بين الدول وليس لها علاقة بالشعب السوري أو بمصالح الشعب السوري أو لخدمة أو نهاية العمل لنهاية أزمة الشعب السوري. دكتور إليان مسعد، في نفس الجزئية يعني الحديث عن هذه الخلافات في وجهات النظر بين الدول الثلاثة الضامنة لما يعرف بأسيتانا، يعني حضرتك كونك رئيس وفد معارضة الداخلي لمفاوضات جنيف، سؤال شخصي أولا، لماذا يتم استبعاد حضرتك ويتم استبعاد معارضة أو معارضات أخرى ليست موجودة تحت كنف تركيا من هذه المؤتمرات؟ يا سيدي، عندما ترانا في تلك المنصات وبتلك أعرف أن الحل قادم. لماذا يستبعد الإدارة الذاتية شرع الفرات؟ رغم أنه أنا ما أتفق معهم كل شيء، يعني مستقبل سوريا لا يتم عن طريق نسوي فيدرالية سياسية، هو ليس العراق، التشكيلة السكانية مختلف فيه، لكن يجب أن لا يستبعدوا. هن قوة أمر واقع، قوة مسلحة صحيح غير شرعية بس موجودة، قوة أمر واقع لا يمكن استبعادهم، يجب أن يشاركوا ويجب أن يتحملوا مسؤولية ويجب أن يتعهدوا بحصتهم من الحل. أما معارض اشتركت لها بشي 45 جلسة في جنيف على 3 حلقات متتالية، مقدمة 300-400 صفحة وبتمثل 65 شخصية ومشرب سياسي وحزب وتنظيم وإلى آخره، ونحن مقدمين خطة تنفيذية كاملة للقرار الدولي 22-54 حسب ما نراه نحن من روحية بيننا 1 و2. أنا لا أتفق تماما مع الأستاذ برابندي حين يقول أنه ثلاثتنا متفقين أنه أستانا ما بتفيد الشعب السوري. يا أخي، أستانا مو للشعب السوري، أستانا للدول المتدخلة، لكن نتائج أستانا فادت جزء من شعبنا. أنت ما تعرف شو يعني القتال، كان لازم تعيش بعيادتي. هلأ أنا أتكلم من عيادتي، أنا جنب ساحة التحرير، نزل بالمنطقة الممتدة من باكوما لساحة العباسيين طوال 8 سنين 13,000 قذيفة. أنا ما عم جرّم، أنا بس عم أوصف وضعائي. 13,000 قذيفة، ما بدي أحكي شو سبب. أنا نائب بإيدي جرحى ومقطوع رجليهم وإلى المشفى الفرنسي بدمشق. ما بدي أفتح جروح، بس هاي مو أنا بالنسبة إلي يتوقف الدم هذا يعتبر إنجاز كبير، ولا يمكن أن يتوقف الدم بدون ما الدول المتدخلة تحط أصبعها. يا سيدي، نحن كاتبين شو بدنا ب 22-54، واحد من خلافاتنا مع الدولة السورية، مع السلطة السورية، إنه يا عمي شو بدي برا، تفضل خلونا نتحاور شلون بدنا ننفذ القرار 22-54، نفتح طاولة الحوار داخليا نفتحها. في ناس من المعارضة المرتبطة مع الخارج موجودة داخل دمشق، يلي مع الرياض هيئة الرياض ومع الائتلاف إلى آخره. مبدأ أحد خلافنا معه مبدأ ديمقراطية، نحن مبدأ حرية، أحد نحن مختلفين معه بنقطة علمانية الدولة، إنه ما بصير أنا واحد مثلي يكون مواطن درجة ثانية، وإنه هيك بده ما ذكروا كلمة حقوق الإنسان مشان مسألتين، إهانة أهانة الأقليات وهي أهانة المرأة.
عم احكي عن هيئه الرياضه قوميه، هويه الدوله قوميه عربيه اسلاميه، يعني دعوا يا افراد اعملوا مشاكل وانفصلوا، لانه مستحيل. الكردي بتقول عنه سوري، مواطن سوري، يا اخي هو ما بده يكون عربي، شو بساوي له؟ بيجبره، بقتله، بسحب له هويته. لك يا جماعه معارضه الداخل هي الاولى، هي اللي بتعرف تدير الغطاء، هي اللي لازم تتمسك. وعندما ترانا استاذ الكريم حضرك وانت معد ومقدم الحلقه، عندما ترى واحد مثلي موجود بالمفاوضات، تعرف انهم اعادوا العقل للموضوع، وان الدول المتدخله قربت تفرط القصه. ابدا مو صحيح. عندما لا يشترك شرق الفرات ولا نشترك نحن، بغض النظر لك نحن مختلفين معه، مضينا معه بعين عيسى بلقاء عين عيسى الاول، بنقلبوا عليه، نحن مختلفين معه، بس بالمقابل نحن بنحاورهم وهن بيحاورونا وبنقول لهم يا اخي حاوروا السلطه. اي والله ما بدها لك يا اخي، ولو ما بدها تم بالحق، تم حاول حارس بتنبح الرجال. طيب يعني حضرتك عم توجه رسائل من الطاولة المستديرة للإدارة الذاتية أستاذ الدكتور ليان مسعد، يعني أنا عم أوجه رسائل للجميع. نعم. وبحب طيب. مايكل رتني هو اللي حط علي شخصية وعلى قدر الجميل حط فيتو قال هدول، هذا بآف 2016، هدول ما بيشتركوا بجنيه وما عندنا اشتركنا بجنيه. يا سيدي في قوى السيد برغبندي قالها، وهي أنا والله أحترم عليها، ماذا قال؟ قال في قوى متدخلة ما بده يصير حل. طيب. بس مو طيب دكتور ليان، يعني كلامك وباقي ضيوف قيم، بس ساعدني بسأل تحقيق العدالة الزمنية، لأن أنا مخصص كل خمس دقائق لضيف. أستاذ كادار خليني أخذ تعقيب منك. أستاذ كادار تعقيب منك، تفضل أستاذ كادار. يعني كان المطلوب مني التعقيب الآن على ما تحدث به الدكتور ليان مسعد حول الإدارة الذاتية، أو حول الحوار بين الإدارة الذاتية ودمشق، أو فوائد التي تحدث عن العنف وعن القتال. فنحن نتفق معه تماما بأن يجب أن يكون هناك حد لهذا العنف وهذا القتال السوري. الدم السوري أصبح رخيصا كثيرا لدى كل المتداخلين، لأنها أيضا الأوامر تكون خارجية. لكن إحدى نتائج تلك التي أوقفت في بعض المناطق الحرب أو القصف، وتم استبعاد الإرهابيين من هناك، لكن تم احتلال أجزاء من الأراضي السورية، وتم هتك وأعراض واحتلال وتغيير ديموغرافي في مناطق أخرى تناسب أو تكون على مقاس الدولة التركية. التركية التي تخطط على ضم أجزاء من الأراضي السورية إلى داخل الدولة التركية أو ضمها لتركيا، فحتى خرائطهم بدأوا بتغييرها، الجدار الذي بنوه بدأوا بتغييره، ربط تلك المناطق المحتلة مع الدولة التركية، سواء كان الكهرباء والهاتف والبريد والعملة حتى، فكل شيء أصبح تركي، تدريس اللغة التركية أصبح أمرا واقعا، من يتحدث التركية يعتبر يعني نوع مميز عن الآخرين، وتكون أموره ميسرة لدى هؤلاء الإرهابيين. فأستانا كانت شرا على السوريين، الحل يكون في أن يشارك الجميع بهذه النقطة. أيضا نتفق مع الضيفين بأن كل السوريين يجب أن يشاركوا، سواء اختلفنا أو اتفقنا، لكن بالحوار سنصل إلى اتفاق معين. هؤلاء المجتمعين لا يريدون أن يكون هناك حل، وخاصة مثلا تركيا التي كانت التصريحات تكون من وزير الخارجية التركية بأن الكرد يجب أن لا يشاركوا، وإلا المعارضة لن تحضر. فهذا بداية رفض الحلول وبداية توسيع الأزمة. في موضوع الحوار مع دمشق، قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كانت تسعى دائما لأن يكون هناك حوار جاد، لكن دمشق لم تكن جادة، والضغوطات التي فرضت على دمشق عبر يعني ضغوطات تركية عبر الروسي بأن لا يكون هناك حوار مع هذه الإدارة، أن لا يكون هناك اعتراف بهذه الإدارة، هذه ضغوطات تركية عبر الروسي الآن يصرح بأنه يجب أن يكون هناك حوار ونقل تجربة التعايش في جنوب كردستان إلى شمال وشرق سوريا. لكن حقيقة التجربة التي تعيشها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بين كل مكوناتها، فهي تجربة رائدة ورائعة
لم تكن حتى في وقت النظام هذه الألفة وهذا الأخاء بين الأطراف، لأن السوريين في تلك المناطق أدركوا تماما بأن ما هو موجود هو أفضل من كل الذي مر على سوريا طيلة هذه الفترة، وحتى في مناطق شمال وشرق سوريا أو المناطق النائية في أطراف الحدود. زاد كدر حضرتك أفضل مما كان في وقت النظام نفسه. هناك مشكلة كبيرة يعانيها السوريين جميعا، هذه على الجميع، لكن الأطراف الجادة أو من يريد أن إيجاد حل هي قوى الموجودة التي يستبعدونها من الحل، لذلك أصلا يتم استبعادهم. بموضوع الحوار بين دمشق وبين الإدارة الذاتية، فأعتقد الإدارة الذاتية قدمت أكثر من خطوة إيجابية اتجاه دمشق كي يكون هناك حوار. طيب يعني هاي النقطة أنا حابب أسألك، لو تعطيني مجال أستاذ كدار. إيه؟ إلى ما كان عليه قبل العام 2011 وكأن شيئا لم يكن، وهذا الأمر محال أن يحصل، محال أن يعود الوضع إلى ما كان عليه سابقا بحكم المتغيرات التي حصلت. أستاذ كدار ما بعرف إذا عم تسمعني أما لا، يعني باقي لك دقيقة ونص، خليني أطرح عليك هذا السؤال كمان حتى أعود للأستاذ بسام وباقي الضيوف. مسألة أنا أشرت إلى أجندات مختلفة هذه المرة في أسيتانا، وهو التأكيد الروسي على لسان ألكسندر لافرنتييف عندما يقول هناك نقطة مهمة للغاية وهو خلق جو حوار بين الحكومة في دمشق وقوات سوريا الديمقراطية. يعني الدلالات الزمانية والمكانية في أسيتانا 16 بوجود تركي ووجود إيراني يتم التصريح عن هكذا أمر، خلينا نفهم هاي النقطة. أعتقد هذا التصريح الروسي كان من أجل إلهاء الإدارة الذاتية أو محاولة إلغاء الإدارة بأنه حلكم في دمشق كي لا يكون هناك أمور أخرى، لأن ما يحصل من حول موضوع المعابر بأن يكون الاتفاق مع دمشق وأن يكون المعبر لصالح دمشق وأن يكون هناك موافقة من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وخاصة لأننا وجدنا حركة دبلوماسية قوية من قبل الإدارة الذاتية في كل أنحاء أوروبا تحاور الجهات الرسمية لدى الأوروبيين. الموقف الروسي والتصريح الروسي هو غير جاد فقط عليهم الإشارة إلى دمشق بأن يجتمعوا مع قوات سوريا الديمقراطية ومع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، لاجتمع النظام ولوافق النظام، لأن النظام لا يمتلك قراره لا عسكريا ولا سياسيا، وبإمكانه أن يضغط على كل الأطراف. أيضا تكون هذه الرسالة للتركي وللإيراني معا، هذه الرسالة يعني عبر لها ازدواجيات، وكان يهدد التركي بأنه سيكون. طيب أستاذ كدر حتى أكون عادل بمسألة الوقت، عذرا لمقاطعتك ولكن انتهت الخمس دقائق. أستاذ كدر إن كنت تسمعني، أستاذ بسام، مسألة الصراع الخفي بين القياصرة والسلاطين العثمانيين، دعنا نقول إن صحت التسمية هنا، مسألة هل ينهي إنشاء منطقة منزوعة أو خالية السلاح في إدلب، هذا الإشكال الروسي التركي القديم منذ أول اتفاق عند تصنيف الفصائل المسلحة بأنها إرهابية وضرورة إخراج تركيا لهذه الفصائل من تلك الرقعة الجغرافية، وتركيا لم تتقيد ببنود هذه الاتفاقيات. منبر لك، تفضل. يعني شوف، بكل حيادية سنتكلم، ليس بموضوع، ما في شيء شخصي بالحديث. الحرب دائما تظهر أسوأ شيء بالإنسان، لا يوجد قيمة فاضلة بالحرب، العكس تكون الحياة، الرغبة بالحياة هي الطاغية بالقتل. فبالتالي لما يعني اليوم إذا نشوف بسوريا شو في على أرض الواقع، في تطهير عرقي ديني شيعي ضد السنة في أغلب مناطق سوريا، في المناطق التي يوجد فيها الإيراني. يوجد تطهير عرقي عربي كردي في منطقة الجزيرة، يعني هو كدار، سيد كدار، أتفق بكثير من التوصيفات التي تحدث بها بأن الوضع في الجزيرة اليوم هو أفضل من غير مناطق، هذا أمر واقع، ولكنه لا يستطيع أن نقول بأن حزب العمال الكردستاني الموجود في الجزيرة هو يمثل تطلعات الأكراد. وهناك كثير من المشاكل التي أنتم تعرفونها أكثر، ماذا يجري من فرض مناهج تعليم واللغة وصور أجلان وعالم الكردي وإلى آخره ضمن الأراضي السورية، يعني هذه مشكلة. إدلب مشكلة كاملة مرة أخرى مختلفة، عندما تقيم جماعة إرهابية، جماعة النصرة، تحاول أن تفرض أمر الواقع على الأرض بأنها هي الأرض، إنها هي المسيطرة وهي صاحبة الأمر،
بمفاهيم كفار قريش يعني لا يتفقون معها وليس المسلمين. يعني بهذا للأسف يعني سوريا اليوم مقسمة عقائديا ومقسمة فكريا ومقسمة عسكريا، وهي اليوم هي طاولة حوارات. يعني أنا تصوري لا، هناك كان حوار كردي كردي برعاية تركيا، يعني أنا أفهم كلام سيد كدار على تركيا، ولكن لا نستطيع أن نقول تركيا ضد الأكراد بقدر ما تركيا هي ضد حزب العمال الكردستاني، هم لا يخفونه ولا يعني هذه قصة ليس السر. لا نستطيع أن نقول أن جبهة النصرة تمثل الشعب السوري الموجود في إدلب، أو أن كل من هو تحت سيطرة إدلب هو نصرة، ولا نستطيع أن نقول أن كل من هو يوجد في تحت سيطرة النظام اليوم في سوريا هو علوي أو هو ضد الدولة. أو يعني هناك سلطة عسكرية ذات أمر واقع على الأرض تفرض على الناس المتواجدين فيها القيام بحياة معينة تفرضها القوى العسكرية، ليس بالضرورة تمثل تطلعات هذا الشعب. فبالتالي أي حوار بين قوى لا تمثل الشعب لن تعطينا نتيجة تمثل ما يريد الشعب. يعني فرضنا مثلا إذا كان هناك حوار بين الإدارة الذاتية التي لا يوجد فيها أي مكون عربي، مكون عربي في منطقة الجزيرة أكثر من السلتين من الشعب، مع النظام السوري، أين هما كل أهل الدير وأهل الرقة وأهل الحسكة من العرب؟ ما هو مصلحتهم؟ حضرتك وجهت أسئلة لأستاذ كدار. أنا أريد أن يكون بحيادية. إيه طبعاً طبعاً أنا فاهمك. لا يعطينا النموذج الحقيقي للانتقال إلى مرحلة قادمة. طيب. بمرحلة قادمة. فنرجع لسؤال حضرتك، السلطان والروسي والقياصرة على إدلب. إيه؟ بالنسبة لتركيا لن تتخلى عن إدلب بوجود حزب الكردستاني بما في منطقة الجزيرة السورية. موضوعين مرتبطين مع بعض ولا يمكن فصلهما. طيب خلينا أنا أسألك يعني هذا التمدد التركي بحيادية أيضا، بس أستاذ كدار يا ريت لو تسجل النقاط والأسئلة التي وجهها لحضرتك الأستاذ بسام. أستاذ بسام باقي له دقيقة حتى لا أطيل على الدكتور إليان. أستاذ بسام، لكن قد يقول لك متساءل. نحن نجاوب. إيه بدأ بعطيك وقتك دكتور إليان. نساني سؤال دكتور إليان كنت بدي أطرحه على حضرتك. إيه بليبيا لا يوجد بليبيا لا يوجد أي تواجد لحزب العمال الكردستاني، خليني أحكي معك بحيادية أيضا. ولكن لا تركيا نحن لا نخفي، لحظة أنا لا أقول تركيا، ما أنت ربطت وجوده بالملف الكردي في سوريا أو القضية الكردية في سوريا أستاذ بسام. لا بدقيقة حتى لا أذهب للدكتور إليان. نحن أولا لا نستطيع أن نقول تركيا ليس لديها أطماع عثمانية، ليس في سوريا، في كل المنطقة، في كل مراغ، في كل فراغ تستطيع أن تدخل إليه، من الموصل لأذربيجان إلى تركيا إلى ليبيا. هذا ليس موضوع النقاش. طيب. في سوريا لديهم موضوعين رئيسيين، موضوع حزب العمال الكردستاني موجود في منطقة الجزيرة، وموضوع البعد الإسلامي الذي هم يدعمونه والذي أضر بكل الثورة السورية. طيب هذا ايضا وصلت فكرتك. وصلت فكرتك دكتور ليان مسعد. مساله متغيرات المشهد الان وفرص الحل في سوريا في ظل هذا التعقيد، اجندات مختلفه، اطماع من قبل دول متعدده. طول بالك علي اول شيء السلاطين والقياصره. من صنع تركيا الحديثه هو ستالين، الله يطول بعمره، هو ركز على اتاتورك ضد الحلف الغربي اللي كان معتصم تركيا. ما بدي استفيد، خليهم يروحوا يدرسوا تاريخ. هاي واحدة. اثنين، في مسألة تانية تعجبني بالسيد برابتي، يعني بيحكي الشغلة وعكسها. طيب معلولة دخول مرتين إلى وزبح 59 درويش كانوا ضد الحرية والديمقراطية. أنا خامس يوم كنت بدرعة، رحت لشوف القصة، وأنا بعرف حوران، أهلنا في حوران، رحت وأزبلائي مظاهرة لذيذة. حزب التحرير الإسلامي خاطت شغلة حلوة كثير، لافتة هيك كبيرة مكتوبة عليها طز حرية بدنا خلافة إسلامية، وعم يهتفوا الشعب مروئين مبسوطين. يا سيدي خربوا بيتنا، روحوا لنا كل نزوع نحو الديمقراطية، روحوا أي نزوع نحو الحرية، ولعنوا كل قيام الجمهورية وحقوق الإنسان والعلمانية والمواطنة المساوية. سكرت أنا الموضوع هذا. نعود لسؤالك، تفضل ماذا تسألني؟ سألتك عن متغيرات المشهد وفرص الحل في ظل كل هذا التعقيد، في ظل هذا الانقسام، في ظل هذه الأطماع. جاوبك. إيه. يا
يا سيدي في متغيرات، في متغيرات سينجم عن استانا برأيي متواضع، سينجم عن تفاهمات إيرانية روسية سورية روسية، ستؤدي قد تؤدي لفتح الإمارات. هذا لوحده سيجعل السوريين يلتقوا مع بعضهم وتنعاد وصل مصالحهم مع بعضهم. لن أتكلم أكثر من هيك، ما ضيع وقت حاليا، مو وقتها. لا لسه باقي لسه باقي لك لسه باقي لك 3 دقائق دكتور اليان. مسألة المعابر بارع مرأة 3:30، هي مسألة المعابر. مسألة المعابر مو بس بدها فتح معابر من برا، بدها سلطة على المعبر. اثنين، بدها سلطة شرعية. اثنين، وهذا الأخطر، المعابر الداخلية. لماذا لا تفتح المعابر الداخلية؟ بين حلب ومحيطة، بين منبج ومحيطة، بين إدلب والجزء الجنوبي، هن بدهم يفتحوا معابر على كيفهم. يعني معبر الربيعة بالشرق مشان الطرفين اللي هو الأمر على الطرفين تستفيد، وبدهم يفتحوا لجماعة تركيا بالنص، وبدهم يفتحوا باب الهواء مشان الأمير المؤمنين الجولاني كمان يستفيد. طيب على رأسي، والمعابر الداخلية بين الشعب السوري، لا، هدول السوريين ممنوع لقاؤهم مع بعضهم. يا سيدي، الحل يجب أن يكون حل واقعي يؤدي وأعمل من أستانا أن توصل إليه، يؤدي لأنه يصير في راحة للسوريين، راحة للسوريين بشكل السوريين يرجعوا يتواصلوا مع بعضهم، يشبكوا مع بعضهم، يتاجروا مع بعضهم، يزوروا بعضهم، يلي هن كل الأطراف المتدخلة الطامعة بالأرض في سوريا تقصد أنه خلاص تخلق أمر واقع. هدول ما عاد يعرفوا هدول، هدول أعداء هدول، حتى تصل سوريا. لهالشيء أنا آمل من أستانا وسأهاجمها إذا ما هيك طلع معها، وسأهاجمها. أنا عشمي أنه بالماضي أستانا أديت لخفض التصعيد، وأديت لخفض القتال، وأديت لزوال العمليات العسكرية، وبالتالي خف القتل. لاحظ أنت أعداد القتلى من سنة 2017 لهلا بتناقص مستمر. طيب، مش لحتى يندفع آلاف القتلى السوريين مشان التسوية اللي اتفقوا عليها الأتراك والروس وما قبلوا الأتراك ينفذوها، قد يكون ما قدروا يمونوا على المسلحين اللي تحت سلطتهم. آلاف القتلى من الطرفين، وأنت تعلم ذلك، والضيوفك يعلمون. وهلأ الام أربعة أنت بتعرف وأنا بعرف بده ينفتح، وبده ينفتح لازم ينفتح سلمان، وما لازم يموت حدا، وأي تسوية يا مرحبا فيها. طيب، وصلت فكرتك دكتور اليوم. نعم، وصلت فكرتك. أستاذ كدار بيري، تفضل، المنبر لك، لك حرية تعقيب على ما تفضل به، ووجه أسئلة لك الأستاذ بسام بربندي، تفضل. تحياتي. يعني أبدأ عكسيا لما تحدث به الأستاذ الدكتور أليان مسعد حول موضوع المعابر، بأن المستفيدين سيكونوا سماها جهات أمر الواقع. حقيقة في كل سوريا هو أمر واقع، النظام السوري هو أمر واقع منذ استقلال سوريا. فالمعابر هي حالة إنسانية، المعابر هي لإطعام سكان تلك المنطقة التي هي محاصرة بالأساس. المعابر الداخلية، النظام هو من قام بإغلاق تلك المعابر، أو الدويلات التي موجودة داخل النظام، سواء الفرقة الرابعة التي أصبحت دولة خاصة بها تغلق المعابر كما تشاء، أو تدفع الأتاوى المطلوبة لهم بحيث تصل البضاعة إلى أضعاف ما هي ثمنها، وبنفس المعادلة يجوع المواطن السوري. أيضا دويلة إيران أو الأطراف المرتبطة بإيران هي التي تحدد فتح المعابر الداخلية. إذن النظام يتحمل المسؤولية الأولى حول موضوع المعابر الداخلية. أما المعابر الخارجية وتحديدا حول موضوع تركوشر، لأن من طرف تركيا يتم إدخال كل الأسلحة إلى الإرهابيين، كل المجموعات الإرهابية منذ الأول وإلى اليوم أيضا يتم
التعامل وكأنه لا حدود بين سوريا وتركيا إلا ما تريده الدولة التركية، تقوم بإخراج ما تريد وإدخال ما تريد سواء من البشر أو من الإرهابيين أو حتى من المواد الإغاثية. لماذا الآن كل الجمعيات تعمل في عفرين من أجل تثبيت فكرة التغيير الديمغرافي؟ جمعيات قطرية وجمعيات فلسطينية وكويتية تقوم ببناء قرى ومدن في تلك المنطقة من أجل تثبيت التغيير الديمغرافي. هناك لا تأثير للمعبر، وإنما فقط حالة سياسية. أما في شمال وشرق سوريا وتحديدا معبر الكوتشر فهو من أجل إدخال الأدوية لأنها محاصرة هذه المنطقة من قبل تركيا ومرتزقتها من جهة ومن قبل النظام ومن قبل الأخوة الأعداء من طرف آخر. إذن فتح ذلك المعبر هو لحالة إنسانية ضرورية ملحة جدا. أما موضوع ما تحدث به الأستاذ من بسام، يعني حقيقة هذا الكلام سمعناه كثيرا حول وجود حزب العمال الكردستاني وسيطرة حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني موجود داخل تركيا. حزب العمال الكردستاني كما يقولون الأتراك، والآن هم يحاولون حظر حزب الشعوب الديمقراطية الارتباط بحزب العمال. موجود أكثر من 80 نائب لهذا الحزب داخل البرلمان التركي. نعم كان هناك مقاتلين كرد مع حزب العمال الكردستاني وأعادوا إلى سوريا بعد أن كان الشعب الكردي أو السوري بحاجة لهم في محاربة الإرهاب، في محاربة القوى المدعومة من أطراف الإقليمية. موضوع التغيير الديمغرافي الذي يحاولون إنسابه لقوات سوريا الديمقراطية، في حقيقة أنا أستغرب، لأن هناك من العرب يتهمون الكرد أو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بأنهم يقومون بتغيير ديمغرافي لصالح الكرد، وأيضا هناك أطراف كردية مرتبطة مع تركيا تصرح عكسهم تماما فتقول يقومون بإحداث تغيير ديمغرافي ضد الكرد لصالح العرب. فحقيقة هنا الإدارة، يعني لا أعلم من الصح فيهم وماذا تفعل الإدارة لأجل إرضائهم. هل تأتي الإدارة بأكراد من كوكب آخر من أجل تسكينهم في تلك المنطقة؟ ابني القامشلي لن يذهب إلى دير الزور لو تعطيه طابو أخضر أملاك دير الزور كاملة، وكذلك ابن باقي المناطق، الكل يسكن في منطقته وفي أرضه. موضوع التغيير الديمغرافي التي عملت عليها تركيا لسنوات وهي التي كانت تسعى وتريد وبالحقيقة عملتها وفعلتها. موضوع صور القائد عبد الله أوجر التي رفعت وترفع في أكثر من مكان، فسابقا وأنا ابن رجل شيوعي فكنا نرفع يعني نتمنى أن نحصل على البيريه طاقية التي كان يلبسها أرنستو تشي غيفارا والنجمة الحمراء كي نقول نحن يساريين، فذاك كان رمزا للحرية. والآن القائد عبد الله أوجلان وفكره هو رمز للحرية، رمز للتحرر، رمز لأخوة الشعوب. هذا هو ما ينادي به القائد عبد الله أوجلان. الموضوع فقط فكري وسياسي ولا يوجد موضوع ارتباطات سيطرة وقوة. كل هذا الكلام روجت له تركيا. طيب هل يوجد عرب، هل يوجد من المكون العربي مسؤولين في الإدارة الذاتية؟ يقول لك تساءل الأستاذ بسام بربندي. ذاتي لهذه النقطة. في هذه الجزئية أيضا أستاذ وعد، الكرد الذين مرتبطون مع تركيا يتهمون الإدارة بأن الكل في خدمة العرب وأن كل شيء لصالح العرب وكل المسؤولين والقيادات من العرب. فحقيقة أمر محتار، لكن ما يحصل وحقيقة ما يحصل التجربة على الأرض تؤكد. اليوم وباتصالي مع قنواتكم أحد الأخوة الذي جاوبني هو شيشاني، وآخر يتحدث معي هو عربي وآخر كردي. هذه الألفة الحقيقية التي حصلت هناك اندمجت الدماء الكردية العربية السريانية الأشقية الكلدانية. الجميع قاتلوا سوية ومعا من أجل أن يتحرروا بداية من ظلم داعش والتنظيمات الإرهابية التي فرضت على المنطقة ومحاربة سكان تلك المنطقة وتهجير سكانها، وأيضا يرفضون وسيحاربون أي ظلم من قبل النظام أو أي جهات أخرى. كل منطقة يدورها أبناؤها يدورها سكانها، إن كانت المدينة عربية مثل دير الزور،
كل الإدارة فيها سيكونون من أبناء دير الزور، وإن كانت مختلطة سيكون مختلطة، وإن كانت كردية سيكونون كرد. هذا أمر طبيعي. وصلت فكرتك أستاذ كدار، ولكن لضيق الوقت أعذرني، اسمح لي أن أشكرك ضيفي من باريس أستاذ كدار بيري رئيس منظمة كرد بلا حدود على تلبية دعوة لك كلام القيمة الذي أغنيت به حلقتي لليلة، وشكر لك ضيفي من دمشق الدكتور إليان مسعد رئيس وفد معارضة الداخل إلى مفاوضات جنيف على تلبية الدعوة لكل الإضاءات التي أنرت بها حلقتي الليلة، وشكر لك ضيفي من واشنطن أستاذ بسام بربندي باحث في مركز دراسات العلاقات الدولية على تلبية الدعوة على كل كلام القيم، وشكر العظم لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.